أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله وحن صبرنا مراتب الصحيح إيه وحن شاء الله سوق هذا النهي حسن يا مراتب تيسي انت أصبح شاء الله سوق هذا خبر الأحادي أحاد كخبر كيسي المقبول إلى أقبلي المحتف إلى هريري بالقرائن على موي الوهريري توضئة جوجل دقشواي وفي ختام أقسام المقبول مقبول أقسام تيسي سوقنا نودتان كيدي أبحثوا حنكو بحسنينا في الخبر المقبول المحتف بالقرائن يعني ما دام أن رميرا منه أقسام المقبول أن رميرا منه وحنكو سوق بقبينا وحا أسئون بحسينا مقبول مدأة هذا محتف بالقرائن أو قرائن إكو هريري سنتا معنا والمراد بالمحتف بالقرائن حال جودة محتف بالقرائن وحال جودة الخبر وخبرك الذي خبرك أصو أحاد أو هريري أو وقت رأى أو لحرير سدي به أسيقبا من الأمور الزائدة أمور تديراتك على ما كديري يتطلبه المقبول مقبولك أو ضلباي أو من الشروط أه وهذه تنال الأمور أمورتا الزائدة أو الزائدة التي تأصو تقترن بالقبر المقبول لحرير سيسة تزيد وحي زياده نيسا قوه حوق حديثك مقبول كا اسو مركه ربا حوق لها او مركه ربا معمول اهي او مركه وا اولايكو مدراده مقبول او كو اهي اي حدنا حي كدغيسا اوده او زياده سمعنا وتجعل له وحي يليسا ميزه صعيتان هي الشرف على غيري او كشرف بدنيا او من الاخبار اخبارته المقبوله لا اقبلي الاخرى اي كليتو الخاليه اي كمرا من تلك الامور زائده كمرا ماشي أمرك مسألة مهمة شيء قشيرة وحكوا لي هدي الحديث كانوا مقبوليا حديث كانوا مقبوليا لكن هذا الحديث له محتف بالقرائن وهذا الحديث ليس له محتف بالقرائن مقبول يا الله بدأ حديث أود بدن ومع أنه ما مقبولان يا أود بدن الحديث المحتف بالقرائن كساء أود بدن ساس وفائدة ساقول يا أمرك أنواع أمرك أنواع دي اسمها حواي الخبر المقبول مقبول كخبر كأه المحتف إلا هريري بالقرائن اللي هو هريري أنواع واي أشهرها أنواع وحا أو عانسن ما أو عانسن أخرجه ما الشيخان إيسو سارين في صحيحيه ما إيسو سارين أو مما كينا لم يبلغ أنجارسي سنين حد التواتر أنجارسي سنين فقد احتف والهريري فقد احتفت به بي وحاكوها ريرستي قرائن منها قرائن توحاكمي جلالتهما شيخين كويني كودي في هذا الشان كويين تقدمهما شيخين كهرمري دودو في تمييز صحيح صحيح إن لصوعه على غير ما لقى صوعي كهرمرين مرك حديث كسحون قا الحديث الذي أخرجه الشيخان إيسو سارين أوه دانا ولم يبلغ حد التواتر أنجارين حديث كسحوي وحديث مقبولة هذا محتف بالقرائن وايو قرائن تكوهر إلى سنحاوي حديث كايا سو سار لما دي إماما سو سارين وان لما دي إمام لما دي إمام حيين لما إمام ووين مركا الله في ريو فن الحديث الدين إلى حديث كان بخاريا كارلي حديث كان مسلما كارلي سيريسو حديث كوين أهل ومع وين كنتو كاكسوا إمام كورشا إمام وين هاي معنى فن كوين طلبات دار حواي صحيح إلا الصعوم الجار الوشو يا كورمر لما دي إماما كورمر مركا حديث كان حوطا مركا محتف ومقبول محتف بالقرائن قدر كسد حاليه السن حواي تلقي العلماء علماء دي قادة شدادو لكتابيهما بخاري مسلم كتاب كودي قاتين بالقبولية كقاتين وهذا كان التلقي تلقي وحدة وكلي جيسانة أقوى كحوق بدن في إفادة العلم علمي أولا فائديو كحوق بدن من مجرد كثرة الطرق دريق يعرف رب بدن أولا نرتل حق هذا أبوك حوق بدن دروق دو القاسرة قاوان عن التواتر كقاوان يعني حديث كوتا تعدد الطرق فرب بدن وطن لكن أنجارسي سنين تواتر أنجارسي سنين هل كاس حديثات أو درق ديسو بدن تون تواتر أنجارسي سنين وحكا أود بدن قد كان دمو طلاق العلماء لكتابه بالقبولة أو هذه إلى الحديث أقول يعني شن طريق قيمة شن طريق حديث قيمة أو كوي الله بخاري ومسلم كوي الله إيه حديث قيمة بقول طريق أو أن من كان وضدات قيمة وحا أود بدن حديث كان شن طريق قيمة أود ولكن حديث كان بقول كطريق من انه سن غارسي سنين تواتر وسن غارسي سنين اي هذا تواتر غارسي سنين اصاب بقول خير اي كان اود بدا يا لكن واحد لغا دحا ما لم يبلغ التواتر امر بلا تاغا او
يعني مر وبتواتر أي حد اسكو أودن قم كران أي أود بدن تواتر أود بدن مركب مسائش أنا حيكو قيد أنت ما لم يبلغي التواتر مركب بقول كان طريق وحكى أود بدن شن تاس طريق أدل جارين تواتر على جاري ود أو قدر كيما كعدد قدر كتلقى العلماء لكتاب باب القبول با المشهور حديث كمشهور كأه إذا كانت له مشهورك دروقنا أصل ناتي دروقنا متواجدين تكرى تكسن سالمة كلية كان وضع شيء من ضعف الرواة والعلال كان وضع شيء حديث كسنحونا قا نحتف بالغرائن وجد حديث كحواي ومشهور مشهور حكواي ما رواه ثلاثة فأكثر ما ينو مشهور وحديث كون نغض حتى نحو كومن طريق متباين أكل دول سنة كان إيه سنة كان شقاء اسكم الله حتى نحو كان وضع لي دريقوي كيو دبا حي كان مدغره من ضعف الروات والعلل رواديو إيه لا ضعيفيو اي علشيو لا ضعيفيو كان مدغره كاس نحو نقا وا حديث مقبول مشهور محتف بالقرائن ما هو انت سو نقا هذا في هداي حان سو اركين يا حديث افر ودا كل ما دائم صارن هذيك ور افر تاس ودا اي افر تودا ودا اي كان مدغره ضعف الروات والعلل حديث كاس نحو نقا ومقبول ومشهور ومحتف بالقرائن أخوة سماوي لا صعيمة الخبر المسلسل خبر كإسراع راعي بلا أئمة الحفاظ المتقنين أي السغيوات القرآن حيث ما يقول الله يكون قريبا وصنع قريب معه موجودة كل أصلا حالك سوء السناء كوة دائم ما لم يبلغ حد التواتر قوي كرنا حوائي ما لم يكن غريبا وصنع كل حديث الذي يرويه الإمام أحمد وريهاي عن الإمام الشافعي وكوريهاي أو يروي الإمام الشافعي ورياي عن الإمام مالك وكقاضي وحجارة ومجرى حديث كيس حديث كإمام أحمد أوريني أو كقاضي إمام الشافعي وكقاضي إمام الشافعي وإمام مالك سو قاضي حديث كيس نحوي محتف بالقرائن وأصيل ويشارك يقول وداقة الإمام أحمد غيره في الروايات ألا وداقة عن الإمام الشافعي ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره يا في الرواية عن الإمام مالك كل ورين اللي وداعن هذا وركان دبحوك بحيو ما شاء ما لم يكون قريب المدين إلا هذا حديث كقريب نقده إمام أحمد عد إنه الشافعي كقاعد له وداك تنجرين أما إمام الشافعي يا حنجرين عد كلا قاضي إمام مالك كلا قاضي مرك حديث كأن قريب كأين أو إمام الشافعي إنه إمام مالك كقاعد عد له وداك تيجست إمام أحمد إنه إمام الشافعي كقاعد عد كلا له وداك تيجست أو عن قريب كأين حديث كنوع عاصى أي مدن الجلاية حونقة محتف بالقرائن كونقة حكمه مرك حديث كنوع عاصى حكمه كيس حونقة هو أسجاء أرجح وكرجحنا مدن من أي خبر وكرجح سيئة مقبول أو مقبولة أو من أخبار أحد كبير هديله لأمرك مقبول خبر الأحد يا أود بدن مقبول أو أود بدن مقبول يا أود بدن حديث المحتف بالقرائن محتف بالقرائن سكون غكرة إنه يا ما أغرده الشيخان أما إنه ياي إنه يا مشهور كان نبات قري ضعف الرواد والعلل أما إنه ياي حد الخبر المسلسل بالأئمة المتقنين مسلح ناس أنت أصبرك وكون أغضب أئمة المتقنين حاكو قيدا ما لم يكن غريما الشيطان حاكو قيدا ما لم يبلغ التواتر مشهور حاكو قيدا ما لم يضعف الرواد والعلل هذا مسلح هنا مركز صحونا أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الأخبار الأحاد وكون أغضب إيه فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غير هديس كوري مدين أو من الأخبار المقبولة ومسألة حديث مقبولة أو محتف بالقرائن هي حديث مقبولة أو غير المحتف بالقرائن هديس قبطان قدم الخبر المحتف بالقرائن يا الله أرمريها يا الله أرمريها الخبر المحتف بالقرائن وقو هاد أحكام تنوو شيء هادو وحاركي دون تأيدو أبليكيشن هذا أحاديث تقارضت في قارئ سكوب سايان أخر أنت على لوكا لبيح دونا وحال لوكا لبيح دونا فني أنا لوكا لبيح دونا هذا حديث كأمارته إن أبي وأباك في النار حديثه وأنا ما دوي حديث وكسر ما دور حديث كوانا صحيح ولب أصحح الأسانيد أكو غر حجر أو حماد بن سلمان ثابت كقادة أكو غجر حماد بن سلمان ثابت كقادة حين غير أصحح الأسانيد ما حديث كاسو وسوتها غير سمان رجب دنا أكو أجر ما أسي سديسي أنت أولك عيني ما لحق حل أدين أديك مركا فنن عن برايش إلى داود فانت على الرايت أو أي خصوص بعده حديث كاس مجيس وأحد هدي تواتر أحد استقطان يلا أرمليها تواتر على قادة حديث كده بقول لا شكري بقى مركا قد كوا كبح يمون جواب تيم الدرمي جتامو
وحالا مرك إنا أليه فهنتال هذا مركو شيخ كلية هذا إسقطان الحديث المحتف بالغرائن إيه الحديث أو غير المحتف بالغرائن هذا إسقطان يا الله أرمر يا الله قادها حديث المحتف بالغرائن حديث الآحاد وحديث التواتر هذا إسقطان يا الله قادنا تواتر على قادنا الحديث الحسن لذاتي إيه الحديث الحسن لغير هذا إسقطان يا الله قادنا حسن لذاتي هذا ذلك الأقارن بيرتاج لي مامر مرك هذا حديث قال لسكو في رجبيها إن أبي وأباك في النار قال لي النبي أبيس وحفي عن في عينين أفكر لقى شيء جاي أو في أبي يسخجن ولا شيء جاي حديث كذا هذا ديل الراعه حديث كرتوا صحيح أو يا خجرة حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحو خجر تد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحو خواي أصح الأسانيد خواي حديث كيا ضعيف هذا ما أدري كتير مر هذا سيد دتك قارئ سماه أنا حديث قط كي كلام بحيان هذا حديث ما قط كلام بحكته كلام بحبه كتو أصح الأسانيد أنا حدا كيا لكن حديث كي داو أقعد لو ما جرتوا إلا يرادوا والحديث كان مجيء وأحد حق الله سوا تواتر بدنا أميشال أو أم بقرآن أم بحياله حديث كلا يال أو أمضاني إني أهين زمن الفترة إني خجرين أو ما كنا حتى نبعث الرسول أنت خجرت وما كنا معذبين ما هنك ولا عذاب حتى نبعث آيات القرآن كتواتر مو أحاديث ما تغنو خلات حامش كوي المرك حديث كان حاون غا أحد ونغا نيكا مركا كان لصو شرطة قاعدة حاكا قفلا نيو مستل الحديث براكا قفلا ما عاد الحديث كوي أحد وحكوري من حواي وتواتر قدما يا الله مريها التواتر وركوا بيس حرب وركوا بيس مركا واحد أنا أدو حي كوي ماين أحاديث أنا أيدو أبليكيشن كوي ماين أحدو حال غارة مركا حديث كان هدي حديث سقبتان أم بي آيات سقبتان وين أكود داويسا أتراني وحديث كان وحواي أرتي يا شيخ حديث كان إمام البخاري إمام مسلم أشيخ هي تواتر نعم وقار ما هي حديث كان قالوا أدقوا أشيخين يا شيخ ابن قزيم أم بحاكم أشيخ هي واتصالا كودايا أم نكوي على البخاري مسلم نكوي على ما هي هي حاكم ابن قزيم أشيخ ها كان يا شيخ البخاري مسلم أشيخ هي كان حوة تامر كان صحيح كان حاكمي إيه ابن قزيم أنا صحيح والله صحيح ما هو لكن حال ليه كان حوا مقبول كان حواي ومقبول لما ضوضوا حواي جباي العمل بهما ما هو والاحتجاج بهما سنفوق العين مو قوس قبتيني شقيب حقوق العين وإن لي لا وإن لي لا حديث كان حواي محتف بالقرائن صبا حديث كان حونا قا محتف بالقرائن ميا ما هي لو هذا حديث يا الله هرمان يا أمرك قدما محتف بالقرائن خلاص لو أنتوا واحد مشي هل ملك على حالة غير ملك واحد بدنا كورس ده عقادت إني مركز يكون صوب أحده أحاديث إني مركز أدوهن أدوه يفهم من كرتال قاربات ما هذا إسكارة يا رسك دوب بدوا ها كل يجي دردريا هلا قدوم من أديك إلا فني جاب رتو ساي ساس ولا صعاد ساس ولا صعاد المقصود الثاني أنقلي نمرك